بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب. النهاردة هنشرح موقع عملاق من ضمن مواقع لربح عملة اللايت كوين. عملة اللايت كوين احنا معانا موقعين أساسيين، الموقع ده والموقع اللي هو الخاص بالرول اللي بتعمل رول كل ساعة. ولكن الموقع دوت ميزته ان كمية اعلانات نزلت فيه طبعا كتير. انا بقالي فترة كبيرة ما كنتش رجعت الموقع ده، لكن بدأت أشتغل عليه من فترة بسيطة. تقدر في خلال 2 3 أيام تسحب مبلغ محترم من عملة اللايت كوين، طبعا بدون إحالات، ولكن لو معاك إحالات هتقدر تزود أكتر. اليوزر نيم، الإيميل، الباسورد، تأكد الباسورد، تاريخ الميلاد. طبعا الموقع ممكن تلاقي اللغة هنا أسبانية أو حاجة زي كده، فأنت بتعمل ترجمة في الكليك يمين وتقدر من خلالها تحل الكباتشة. طبعا الكباتشة هتبقى تلاقيها سهلة جدا، من أسهل أنواع الكباتشة. هنا بيقول لك جرافيك، تبدأ تدوس على جرافيك وتأكد. بس طبعا لازم تتعلم على إن أنت قريت الشروط وأنت موافق على الخدمة دي. طيب هندخل الموقع كده بعد التسجيل، هنبدأ نشوف دي واجهة الموقع من جوه. الميزة إن أنت مثلا هتلاقي فيه 55، طبعا هي لسه ما اكتملتش، هنا بيبقى حاجة و50 إعلان. ولكن طبعا انا قلت اسجل في الموقع على اساس ان الرصيد بتاعنا خلاص اوشك على السحب، يعني يوم او يوم ونص كده ان شاء الله نكون خلصنا. هتلاقي عندك 44 اعلان، في شورت كات برضو، هتلاقي الروابط المختصرة. الروابط المختصرة برضو سهلة جدا، بيديك 900 500 800 حسب الرابط المختصر. نقفل بس الصفحة بتاعت التسجيل دي. هنضغط كده مثلا عندك الاعلانات، ولكن قبل ما نعمل الكلام ده كله انت بتضغط هنا على الاسم اللي انت سجلت بيه، وتبدأ تخش على السيتنج الاعدادات. في البايمنت دي اهم شيء، مسألة الدفع، انت كده كده سجلت واكدت الايميل بتاعك، فبتدخل على البايمنت وتبدأ يعني تنتبه لامر. انت بتحط رابط محفظة الفوست بيه، لو حطيت على محفظة البير هتسحب على البير، لكن احنا بنفضل محفظة الفوست بي. فانت الافضل تسجل محفظة الفوست بي زي ما قلنا قبل كده، برضو الناس اللي لسه اول مرة تشاهدنا. انت بتضغط على محفظة الفوست بي بعد التسجيل، وتدخل على مسألة الوديعة، وتاخد رابط محفظة اللايت كوين، تاخد الرابط دوت تعمل له كوبي وترجع تاني للصفحة وتحط رابط محفظة الفوست بيه. هو الرابط هنا، ما تحطش اي حاجة تاني من المحافظة. طبعا المحفظة هنا ديت لما تيجي تسحب دي اقل نسبة عمولة هتتاخد، اللي هي 1 من 100 مليون، دي اقل حاجة. لكن فوست بيه انت اقل حد للسحب 250 ألف لاتوشي، يعني شغل 2 3 أيام بتقدر تحصلهم وتدوس عملية حفظ. طب نرجع تاني لمسألة الكسب، هنا هنضغط على الإعلانات البي تي سي. طبعا انت كده خلاص حفظت المحفظة اللي هتسحب عليها دي. هنقول دلوقتي كده صفحة الإعلانات، تلاقي عندك كمية الإعلانات دي، احنا قلنا لسه الإعلانات بتحمل. هنا بيبقى حاجة و50 إعلان في اليوم، ده غير بقية الايه، بقية المهام اللي ممكن تقوم بيها. فاحنا لو نزلنا كده هنلاقي كل دي كمية اعلانات، بيدي على كل اعلان 650 لاتوشي. انت الاعلان ما بياخدش منك وقت، مجرد ما بتضغط على الاعلان بتفتح لك الصفحة، بتظهر لك بالمنظر ده، بتضغط على كلمة واتش شاهد. مش لازم تقف على الصفحة بتاع الإعلان الخاصة، انت بترجع تاني للصفحة اللي هي ظهرت كلمة المشاهدة فيها، ترجع لها كده ويبدأ العداد بتاعها بيعد. خلاص خلص 100%، بتظهر لك الكباتشة بتاعتك، بيقول لك اختار الورقة. طبعا احنا قلنا لو ايه، لو دوس كليك يمين انت على الجوجل كروم بتعمل عملية الترجمة تلقائي، فانت بتقول مثلا ترجمة،
هتظهر لك الاسم باللغة العربية كده، فانت بتعلم عليها اللي هي الورقة تقول ارسال كده، اتحسب لك الاعلان كسبت ال 650 لاتوشي، تعمل كلوز بيرجع لك للصفحة تاني الخاصة بالاعلانات. نقفل الصفحة اللي كانت مفتوحة الخاصة بالإعلان، وهكذا بتضغط الإعلان اللي بعده واللي بعده، بتعملها بنفس الطريقة. طيب لمسألة السحب، أنت بتيجي هنا تنزل تحت على اللي هو الماني أو المال، تضغط عليه، في حاجة اسمها الانسحاب أو الازدراء. طبعا كمان حاطط رابط محفظة البير، فبيظهر أول حاجة البير، أنت بتسيب كلمة الأساسية وبتبدأ تعلم على محفظة الفوست بي. لو علمنا على محفظة الفوست بي كده هيظهر الكمية اللي هي موجودة عندي اللي هي 00201000. طب الحد الأدنى للسحب هنا 250000. طبعا أنت بتحط الرابط بتاعك، طبعا انت مسجله في الاول زي ما قلنا من عند الاسم، هنا بتضغط بتلاقي الرابط بتاعك موجود، بنزل لتحت كده بتحط الكمية، بتعمل كوبي للكمية كده اللي هي موجودة اللي انت عايز تسحبها، وتبدأ تلصقها هنا في مسألة الكمية، وبعد كده تعمل عملية السحب بتاعتك. مش نذكر هتجيلك رسالة على التأكيد على الايميل اللي انت مسجل بيه او لا، على ما اعتقد بتجيلك رسالة، تحط الكود بتاعه وتعمل عملية انسحاب، في خلال 24 ساعة بيوصل لك السحب. طيب لو انت سجلت على المحفظة ديت اللي هي الكريبت، هنلاقي الكريبت عملت زي ما عمل الموقع ده في الاول. الاول كان الفوست بي ما بياخدش نسبة رسوم تكاد تكون ضعيفة جدا، الكريبت هنا هنلاقي نسبة الرسوم مش لازم تنتظر ل 250000 عشان تسحب، لا ده الحد الأدنى للسحب لو هو إعلان واحد دوست عليه تقدر تسحب. طبعا ده بينشط محفظة الكريبت، وهسيب لكم الرابط بتاعه برضو أسفل الفيديو لو حبيتوا تشتركوا فيها. ولكن احنا بنفضل الفوست بي، الفوست بي كويسة جدا في التعامل وسهلة، أسهل من مواقع تانية كتير. كده احنا شرحنا طريقة الكسب وشرحنا الانسحاب، رابط الإحالة بتاعك طبعا انت دي مهام بتخش عليها، ولكن احنا دايما هي الإعلانات والجزء اللي هو الخاص بالشورت كارد، شورت كارد هو دوت اللي بنبدأ نشتغل عليه. طيب نشوف كده، لو حبيت تجيب الملخص بتاعك هتلاقي ان رابط الإحالة الخاص بيك هنا موجود، هنا تعمل له كوبي وتبدأ تروج من خلاله. طبعا ميزة الموقع ده بالاعلانات ديت، انت مجرد ما بتدخل الاعلان بيفتح لك صفحة مواقع رائعة، يعني مواقع انت ممكن تكسب منها كتير او ممكن تشترك فيها، فموقع جميل ورائع بتقدر تستفيد منه، سواء من الشغل عليه انك تربح منه او تتعرف على مواقع جديدة خاصة بالربح. معلش طولنا في الفيديو ده شوية، ولكن الموقع التاني اللي احنا بنأكد عليه اللي هو خاص بمسألة الرول لكل ساعة لعملة اللايتكوين، كنا هنتكلم عليها، احنا واصلين هنا المليون لاتوشي. طبعا هنصبر يومين ولا حاجة برضو نجمع كمية تانية عليه، لأن نسبة ال 002 200000 لاتوشي بيتاخدوا بيتخصموا وقت السحب العمولة بتاعت الخاصة بيه. طبعا ديت الخاص بمسألة الروبل احنا قلنا عليها، ما بتعملش أي حاجة، بتفتح بيجيلك الإعلان، مجرد ما بيخضر بتقفله خلاص على كده اتحسب لك، دي برضه هنتكلم عليها، هتلاقي الرابط بتاع اسفل الفيديو وشرحناه في اكتر من مره. زي ما قلنا هنسيب لكم الرابط وشرحنا الموقع ده برضه هتلاقيه في فيديوهات سابقه، ولكن كل اللي بتعمله انت بتسجل عادي تسجيل عادي، وتحط رابط محفظه اللات كوين اللي احنا قلنا خاص بالفوست باي، تسحب عليه، ومجرد ما توصل الحد الادنى للسحب اللي هو 300000 لاتوشي بتسحب، ولكن احنا بنفضل انك تسيبه شويه تجمع عليه مليون لاتوشي اهوت موجودين هنقدر نسحبهم ان شاء الله. فعندنا موقعين جبارين لربح عملة اللايت كوين وممتازين وشغالين بينهم فترة ومستقرين، في ما فيهمش اي مشاكل. الموقع اللي هو اللايت كوين ادس الخاص بالاعلانات، وموقع اللايت كوين دوت كوم.
الموقعين دولت رائعين، نسجل فيهم يا شباب ونستغلهم الايام ديت، حاجة بسيطة وسهلة ان شاء الله تربحوا منهم زي ما سحبنا منهم قبل كده، هنسحب منهم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.